لو سمحت طلع الشنط اوضه الكومندان وتاكد ان مش ناقصها حاجه. كويسه قوي التجهيزات اللي انتوا عملتوها في المكان. عارف والله يا فندم ده جزء صغير من اللي احنا عاوزين نوصل له. احنا طموحنا اكبر من كده. حضرتك عاوز تطلع تريح؟ شكلك مرهق شويه. انا مش مرهق ولا تعبان، انا قلقان يا رفعت. انا واحد مات واتحط على قبره شاهد، حضرتك جاي تحييه من جديد، قلقان من الورط اللي انت ورطتني فيه. يا فندم الحكايه ابسط من كده بكتير. يا ما حضرتك ضربت ناس واولهم العبد لله. حتى لو عملت ده مليون مره هفضل برضه قلقان. اللي ما يقلقش على اللي بيعمله يبقى مش فاهم، يعني مش همه يا رفعت. علشان كده حضرتك هتفضل طول عمرك الكوماندار. استأذن انا؟ اتفضل. شكرا. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الساعة دلوقتي 11:12 دقيقة. أشوفك هنا بعد بكرة الساعة 1:00، مش 1:00 ودقيقة يا سيف. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.